بسم الله، Artificial Intelligence for Facility Management. ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في صيانة وإدارة المبنى أو المنشأة؟ في حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها، زي إن احنا نقدر نتحكم في الإضاءة، ونقدر نوفر الأمن، ونقدر نخلي كل حاجة أوتوماتيك، ما يحتاجش الإنسان هو يقوم بالحاجات بنفسه. لا، هو بيظبط الاعدادات وهي اوتوماتيك، التنظيف اوتوماتيك، الصيانه اوتوماتيك، الامن اوتوماتيك، الحراسه، التحكم في الاضاءه. مجرد ان تخرج من مكان النور يطفي، لو انت ماشي في ممر طويل، المكان اللي انت فيه بس هو اللي يبقى منور. في اعدادات معينه وسنسور بحيث ان اي حركه هو يحس بيها، ويشغل الاناره المناسبه للحاجه دي بس، ويبقى عارف اذا كان في شخص ما جاش النهارده، يعني الغياب اوتوماتيك. يبقى عارف ايه الحاجه اللي ناقصه، يعني التلاجة نفسها او المطبخ، يبقى عارف المكون ده ناقص، فيبعت للصيانه ويبعت للمحل ويجيب الحاجه ديت. لو حسب اي حركه مريبه اوتوماتيك يدي انذار ويتصل بالبوليس ويقول له ان في حاجه بتهدد الامن الموجودين. فده بيخليك مستريح وبيحافظ على الطاقه، وبيبقى في امان اكتر وفي فعاليه اكتر للانرجي. طبعا كل الحاجات دي بنستفاد منها لو احنا عندنا موديل البيم مظبوط.